معكم خاوتي، السلام لكم، تحياتي لكم. من الصور السلبية اللي تسيء للمرأة المسلمة هنا في الغرب، وهي نسوة أو بنات من الغجر لابسين الخمار ويطلبوا على أساس أنهم مسلمات، وهكذا يتحايلوا على المسلمين، والمسلمين لأنهم عاطفين اللي يجي يعطولوا. ياريت هذا الناس يمدوا درهم من الناس المحتاجين، صح، بني عموماتهم بني جلدتهم أو للمساجد، وتكون صدقة في ميزان حسناتهم. الصورة من شواز الله، الصورة تتكرر في أكثر من سوق مع الأسف، وهذا الغربي كيشوف هكذا النسوة والبنات يقول لك المسلمين هكذا، وهذا يشوه صورة المسلمين وصورة الجالية المسلمة في الغرب. يعني الصورة تتكرر في أكثر من سوق هنا في الضاحية الباريزية وخارج باريس. تحياتي خوتي.